هناخد كود امبارح شباب كده طبي. ممكن نحط كده نعمل هنا فولدر يا شباب ديمو 2 ونعدل على الكود امبارح بقى يا شباب. زي الفل نفتح التيرمينال نقفل يا باشا زي الفل. بالريكورد زي الفل خلينا نرن كده نشوف الدنيا. نفتح كده يا معلم ماشي زي الفل. زي الفل كده. طيب خلينا بقى نشتغل على الكلام ده كله بقى في الداتابيس. فخلينا ناخد الكونكشن اللي احنا كنا عاملينه هنا لغاية هنا كده يا شباب بالنكست اي دي بالمرة. حلو كده ونشيل بقى الكلام ده كله كده من اول النكست اي دي لغاية كل الكلام ده ايه فوق. بس ما ننساش يا شباب ان احنا نيجي هنا نغير التمبلت فولدر ونخليه حمادة صح كده. طيب محتاجين نكونكت على فلاسك 1 اهي يا شباب نكونكت عليها فلاسك لكتشر 1 اللي هي الفيرشوال ماشين اللي كنا عاملين عليها. خلينا بقى نعمل باب انستول لباي ايه يا شباب لفلاسك. داش باي مونجو صح كده يا شباب. طيب زي الفل كده. وخلينا نعمل كنترول شيفت بي سيلكت دي الفلاسك باي مونجو مش راضي احنا في ديمو 2 نعمل بيب ليست. عايز ثانية شوية معايا يا شباب معاك هندسة هندسة واحنا بنعمل ايه كده بس احنا بنسطب باي مونجو على البروجكت بتاع امبارح. ممكن يعني ممكن نعمل كده خالص كده حلو كده وقعدها نفسك حمادة ده البروجكت بتاع امبارح والابليكيشن ده بتاع البروجكت بتاع امبارح صح كده. تمام حلو كده نفتح بقى التيرمينال. هنعمل هنسطب اهو من اول فيرتشوال ماشين بايثون 3-n فلاسك ان بي في ان بي اي ان بي. تمام كده هندسه واحنا في ديمو 2 اهو ادي فلاسك في ان في اهي هندسه نزلت حلو كده. تمام
تمام ماشي. طيب هخش اعمل عليها اكتف، فهخش على سورس فلاسك ان بي بن اكتيفيت، صح كده؟ هعمل بيب انستول لفلاسك، وتعالى نعمل فلاسك مونجو ونجيب الانستول. تمام كده، ونعمل بيب انستول فلاسك زي الفل كده يا شباب. هنلاقي ان العلامه الصفراء هنا راحت وهنا راحت. طيب عملت بورت بتاع الفلاسك، فلاسك باي مونجو، وعملت التمبلت فولدر حماده زي ما انا كنت عامل امبارح. بعد كده زودت الكونفيجريشن بتاع المونجو، بعد كده الباي مونجو، ومسحت النكست اي دي بتاعت امبارح، وحطيت بتاعت النهارده اللي احنا لسه عملناها النهارده. تمام كده رجالتنا، تعالى بقى نتعامل من حاجات امبارح، صح كده رجالتنا؟ فاحنا كل اللي احنا هنعمله هنشيل ده. احنا دلوقتي عايزين نجيب نريتريف الداتا، صح كده يا رجاله؟ ها عايزين نريتريف الداتا. فكك بقى من الارجمنت بتاعت اليو ار ال، مش هنستخدمها دلوقتي. طيب احنا كنا بنريتريف الداتا ازاي هنا يا رجالتنا؟ بمنتهى البساطه بنستخدم هنا الكوليكشن يا رجالتنا، بعد كده مونجو دي بي دوت يوزر، صح؟ بعد كده برجع ليست واخد الريزلت دي احطها هنا بس، صح؟ انا بس محتاج امبورت هنا الريندر تمبلت سوليوشن مع فلاسك، صح كده؟ والريدايركت واليو ار ال فوق. انت كاتبها غلط يا باشمهندس. يو ار ال فوق زي الفل يا هندسه. تمام كده يا شباب، يبقى ادي السلاش، جبت الكوليكشن ورجعت الليست، وهنا اليوزر اتش تي ام ال، صح كده؟ تعال نشوف الاندكس اتش تي ام ال ونعدل فيه لو في حاجه نعدل فيها. الاندكس اتش تي ام ال خلاص ده مش موجود، بقى عنده اليوزر هنا اتش تي ام ال ماشي اوف زيرو، هياخد منها الكيز زي الفل. بعد كده هيلوب. اول مشكله هنا يا شباب ان احنا هنا ما بقاش عندنا اسم اي دي، بقى اندر سكور اي دي، صح؟ حلو، صح كده يا رجالتنا، ومفيش حاجه تاني هنعدلها كده، المفروض الدنيا تمام. طيب تعال نرن البروجكت بتاعنا ونجرب الريتريف بس، صح كده؟ كده احنا خلصنا الريتريف اهو، ما عملناش اي حاجه غير الاندر سكور اي دي، صح؟ هو ده التعديل الوحيد اللي احنا عملناه. المفروض ان احنا نروح نعمل كده ريفريش، هنلاقي فعلا جاب الحاجات اللي موجوده من الداتا بيز بتاعتنا. الله ينور ولا ايه؟ الله ينور يا ناس، هو اللي هنا، صح كده؟ زي الفل. طيب هنيجي هنا يا شباب في الاد. الاد بقى يا معلم هنيجي هنا الاد، احنا هنضيف، صح؟ هنانسيرت. احنا جينا هنا عملنا ايه في الكرييت؟ اخدنا الكلام ده كده، الكلام ده كده. هنجيب هنا الكوليكشن اهو يا شباب، بعد كده هنقول انسرت 1، بعد كده اندرسكور نيكست اي دي الجديده اللي احنا عملناها، بعد كده النيم من الفورم، الايدج من الفورم، اللوكيشن من اللوكيشن من الفورم، وراح عمل ريدايركت يو ار ال. عايزين نبص على الهوم ونبص على الاد يوزر دوت اتش تي ام ال لو في حاجه نعدل فيهم، صح كده؟
اد الاد يوزر اهو يا شباب الاد يوزر مفيش اي حاجه نعدل فيها. تعال نبص على معلش في الاد يوزر يعني لسه معلش الاكشن في الاد يوزر بتاع ال HTML الاكشن دي لو انا شلتها او سبتها يبقى فيها مشكله. طبعا لو انا شلتها يبقى هو الاكشن ده هندسه هو بيقول بعد ما انا اعمل سبميت اروح فين، هاخد الشنطه بتاعتي اللي هي فيها النيم والايدج واللوكيشن واروح فين، هتروح على اليو ار ال اللي اسمه اد يوزر، فهيجي هنا على اد يوزر ويخبط. ايوه مين؟ طب هندسه لو الاد يوزر دي في جنبه اي دي هنا زي في الديليت مثلا كده يعني. حاضر هوريك هوريك هنعملها في الايديت النهارده مع بعض. هعملها لك دلوقتي النهارده. طب يا باشمهندس انا ما كنتش حاطط اكشن وكانت شغاله عادي. لا الموضوع غلط. المفروض ازاي؟ طب هو عارف منين الاكشن انه راح على الاد يوزر؟ كنتش حاطط اكشن خالص. هو المفروض الاكشن ايه ما اشتغلتش معاه. في ناس ما اشتغلتش معاه لما شال الاكشن كان بيديني ايرور عشان كان في اي دي، فكنت بحط حاجه تانية ما كان بيديني ايرور. انا فاهم قصدك. الاي دي لما كنت بتعمل في الايديت صح كده بالظبط هندسه. هنعملها النهارده مع بعض. هعملها لكم النهارده دلوقتي سوا هنشتغل فيها. مش كده يا شباب؟ لما نيجي لوقتها يبقى قول لي بقى انت ظهرت معاك ايه ونتناقش فيها مع بعض. ممكن تظهر نفس المشكله بتاعتك ونشوف هنحلها ازاي يعني. ماشي نعملها سوا مع بعض. حاضر. طيب الهوم اللي هو الاندكس يا شباب احنا غيرنا في الاندكس خلاص صح كده؟ كده الهوم غيرنا في اللي هو الاندكس كده. احنا اتاكدنا من الاد يوزر والاندكس. طيب تعالى نكرييت يوزر ونعمل ريتريف. تعالى الاد يوزر يا شباب هنسميه ليرن كورن 40 ايجيبت. الضف هنا تعالى نتاكد ان هو الضف في الداتابيز. الله ينور يا جدعان. ده بيوريك ان انت عامل بروجكت يا شباب بطريقه منظمه. انت التعديلات اللي فيها تبقى بسيطه يعني. طيب كل تعديلات الديليت دي مش عايزينها. اللي هي الفور دي ولا كل الكلام ده. كل اللي راح هنعمله يا شباب هنجيب الكوليكشن ونعمل ديليت وان صح كده؟ تمام. ادي الكوليكشن وادي الديليت وان رجعت. تعالى احنا عملنا ريفريش. تعالى نديليت شيماء مثلا اللي هي رقم 5 كده. ده عملنا ديليت شيماء. لو عملنا ريفريش هنلاقي هنا كده. لو جينا هنا عملنا هنلاقي شيماء اتمسحت. شباب ب 4 6 على طول ومسح 5 صح كده يا معلم؟ مظبوط يا رحمن. طيب كده احنا ظبطنا الاد يوزر والديليت زي الفل. تعال نضيف الايديت يا معلم. تعال نضيف الايديت سوا بسرعه. احنا عايزين نضيف الايديت يا شباب بعد قبل الديليت صح كده؟ او ناخد ده كده قبل. هنيجي نقول مثلا هنا الايديت صح كده يا ريس؟ صح كده رجلتنا ولا ايه؟ تمام. مش سامع حبيبي. واغير اليو ار ال بقى. هنغير اليو ار ال. هنروح مثلا على نعمل فورم جديده اسمها مثلا edit صح كده دوت اتش تي ام ال ونعدل فيها. طيب خلينا نروح نعمل فانكشن. هنا
وتبقى مثلا دي edit وخليها دي edit ماشي كده، وخلي دي يا معلم هنا edit user صح كده يا ريس. وهنيجي هنا في الindex هنغير بدل delete user تبقى edit user، وهبعت له اليوزر اي دي وادي هنا الايديت صح كده يا معلم؟ تمام زي الفل. مش عايزين بس نظبط حاجه كمان فوق، ان احنا عايزين نعمل هنا الهيدر، عشان احنا لو جينا بصينا كده لو عملنا هنا ران وجينا بصينا كده هنلاقي الايديت بقى هنا والديليت بقى هنا صح كده. فاحنا عايزين نحط هنا كولوم اسمه ايديت، فتعالى نضيف هنا في الاندكس هنا مثلا ده نخليه ايه يا معلم edit button صح كده. زي الفل. وتعالى ندي هنا لون كمان بدل هو danger خليه info يبقى لون شبه اللبني كده. كلام جميل جميل ماشي. طبعا ال edit يا شباب هتبقى شبه مين؟ شبه الادرس الاد ادرس، فيبقى فيها تو ميثود بوست وجيت. فانا لما باجي من الاندكس يا معلم على الايديت يوزر انا جاي جيت صح كده، فانا المفروض هنا هقول له انا لو جاي من الفورم فانا جاي جيت، فاقول له اف ريكويست دوت سوري لو انا جاي من الاندكس يبقى انا جاي جيت ميثود ايكوال يا معلم جيت، يبقى انا جاي لك من الاندكس. فانت عايزك تعمل لي ريندر تمبلت ريتيرن ريندر تمبلت، بدل ما بقى مع الات يوزر هنعمل على ايه على الايديت دوت اتش تي ام ال صح كده. خلينا نكريت هنا فايل. وانا لازم اعمل ايه يا باشمهندس؟ مش الديفولت بتاع ان هو بيبقى جيت اصلا؟ ما احنا عايزين جيت وبوست. احنا ماشي يعني عامل الكونديشن على البوست، لكن طب ما الديفولت بتاع جيت لا مفيش مشكله هي عليك براحتك، هي دي زي دي قشطه مش مشكله. احنا كده كده هنعمل ايلس برضه سواء كده او كده. وخلينا ناخد نفس الكود اللي موجود في الاد يوزر يا شباب في ال HTML بتاع الاد يوزر وهنعمله في الايديت يوزر، بس هنا بدل اد هنعمل هنا ايديت صح كده زي الفل. الاكشن بقى ماشي حاضر حاضر ثانيه احنا هنا يا معلم رحنا يوزر HTML احنا جينا هنا احنا كده عملنا الاد يوزر يا شباب صح، وعملنا ال HTML. المفروض نروح من الفور على مين يا معلم؟ ادي على الايدي على الايدي صح. خلينا نروح هنا. طيب انا بس مش عايز يا شباب في حاجه ناقصه تفكر فيها، وانا عايز انا لما اروح على الفورم يا شباب اول ما اروح على الفورم كده يا شباب يعني خلينا كده خلي اكشن فاضي دلوقتي، انا عايز لما اروح كده يبقى هنا في الداتا بتاعت اليوزر اللي انا عامل له جيت احط قيمه فاليو في الفورم بالظبط وابعتها له وانا رايح. فاجي انا بس اظبط الله ينور عليكم اجي اظبط بس نظبط الحته دي ونرجع للفورم تاني صح كده. فتعالى هنا محتاجين نروح نجيت الباشا اللي هو بالاي دي الفلاني صح. فخلينا نعمل كده ادي يوزر فلاسك اهو يا شباب حلو. محتاج بقى من اليوزر فلاسك ده يا معلم في ميثود عندي اسمها فايند وان
فايند وان دي وظيفتها ان تجيب لي عنصر واحد لو انت بصيت على الريترن بتاع الراجل ده يا ريس. لو انت عملت كده برينت هتلاقيه مش مرجع لك ليست، هتلاقيه مرجع لك الديكشنري جاهز. تعال كده نبص كده، مرجع لك ديكشنري جاهز. ليه ما رجعش ليست وليه ما عملتش كاستنج؟ عشان ده فايند وان، فايند وان ما بيرجعش كيرسر، بيرجع ديكشنري واحد فقط لا غير. انا راح مديها مين بقى يا معلم؟ انا راح عامل هنا ريزلت وبعد في الكونتكست وانا رايح وراح عامل هنا كوما واقول له الريزلت ده يا ريس بي ايكوال هنا ايه يا معلم؟ اي حاجه بقى هنا مثلا ريزلت اتش تي ام ال يوزر اتش تي ام ال مثلا. حلو كده، واجي في الايديت يا ريس اعمل هنا فاليو it equal واعمل هنا curly bracket سوري معلش انا اسف يا شباب كورن تحت جنب النيم صح كده مظبوط user html يا شباب dot name صح كده ويوزر value equal واحنا تقريبا لو عملناها بنضرب عشان تشتغل عادي مش هتكون مشكله اصلا ماشي طالما عملنا قوسين خلاص. وتعالى ناخد الفاليو دي كده يا ريس وتاخد هنا لوكيشن صح كده هنا ايه تجرب الله ينور ولا ايه؟ تمام الله ينور. عندنا بقى مشكله في اليو ار ال صح كده؟ تعال نظبط انا فهمت قصدك دلوقتي، تعال نشوف الموضوع اليو ار ال ده نعمله ازاي. موضوع اليو ار ال ده ممكن لو عملنا هنا يو ار ال كده بس مش ما اعتقدش ان هي هتشتغل مع البوست. خلينا نجرب كده ونشوف. ماشي؟ احنا عايزين نروح فين بقى يا معلم؟ عايزين نروح هنا. تعالى بس نظبط الاول الامبلمنتيشن اللي احنا عايزين. احنا عايزين هنا بقى يا معلم تعالى بس نكتب كومنت هنا اكتب لك نوت هنا find one hit return dictionary not cursor صح كده يا رجالتنا؟ فاحنا هنا عايزين نطبق مين يا معلم؟ عايزين نطبق الابديت. هي دي الابديت. نمسح الكلام ده تمام كده رجالتنا. زي الفل ولا ايه؟ بس دي بقى فورم صح؟
صح رجاله؟ الو مش زي الفل. يلا تعالى نجرب بقى دي كده. احنا كده عايزين نروح على الايديت يوزر وتعالى نبعت لها الاي دي. الاي دي طبعا بتاعنا هيبقى يوزر اتش تي ام ال دوت اندرسكور اي دي يا شباب صح كده؟ الكوليكشن الدكشنري اللي احنا اخدناه دوت اندرسكور اي دي. يلا تعالى نرن كده ونشوف اللي هيضرب. طيب زي الفل احنا عملنا كده. تعالى نجرب الايد. تعالى نجرب الايديت. خلي ده مينا هلو او مثلا داش 30 ودي تيست مثلا. ضرب قال لي انت argument must be string await or number 2 ماشي. طب هو ضارب في ال HTML يا شباب ولا ضارب ضارب هنا اصلا صح؟ ده هو عايز اندرسكور اي دي في الفانكشن بتاعت ال ايوه اندرسكور اي دي. ليه 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 اندرسكور شيء هو ضارب هنا صح؟ ادي الايديت ليه هنا اندرسكور اي دي يا شباب؟ ما هو الاي دي بيتبعت في اليو ار ال هتلاقي اندرسكور اي دي. لا اهو ما اي دي اهو اهو اي دي اهو. ممكن حضرتك ترجع كنت تاني مره. لا هو احنا حضرتك مش بعت اي دي يا باشمهندس. ممكن حضرتك تعمل انبوت هيدن وتبعت في الاي دي. لا هو احنا كده كده اصلا يا شباب بعتينا الاي دي فوق يعني احنا مش محتاجين نعمله تاني مش نبعته تاني. ده هو اصلا احنا مش محتاجين نبعته صح؟ مش احنا كده كده بعتينه هنا؟ ايوه تمام. احنا المره اللي فاتت اضطرينا نبعته عشان كنا بنبعته من اليو ار ال فهمتوني؟ انما احنا كده كده احنا بعتينه من اليو ار ال هنا من دي هنشيله ممكن اشيله بقى خلاص كده اشيله من الكود. ايوه شلته خلاص من الكود بقى نيم وايدج ويوزر وفلاسك والست برضه. الست لا ما الست خلاص بقى بتاخد الاي دي والاي دي من اللي فوق من اللي هو ده. هتاخده من فوق بقى من اللي بعد. تعالى نجرب اهو الدنيا تمام اشتغلت يا جماعه ولا اي حاجه. طب هو هلو رجلتنا. تعالى نتاكد من الداتابيز. هلو يا باشا كده احنا عاملين حاجه شبه الداشبورد كده يا شباب. الداشبورد زي الادمن كده بيشوف كل اليوزرز ويبتدي يعدل في اليوزرز والكلام ده صح كده من الداتابيز. طبعا احنا لو جربنا ان احنا نمسح كل اليوزر طبعا احنا لو قفلنا البروجرام يا شباب وشغلناه تاني هتبقى الداتابيز فيها ايه فاضي برضك صح كده. الداتا بيس فاضي يا شباب صح كده. عايز تملاها تبتدي تملاك. ايه رايك على الكلام الدنيا تمام؟ تمام يا باشمهندس. الله ينور والله زي الفل كده. حد محتاج اي حاجه يا شباب؟ الناس اللي كانتش معانا انا بعت لكم كل الريكوردات كل الريكوردات بتاعه الباي مونجو اهي برضك نقول بسرعة كل حاجة فيها ايه في الريكورد عشان لو حد كان بيتفرج على الريكورد وما كانش قاعد معانا يعني يبقى فاهم البلاي ليست دي بتاعت ايه. البلاي ليست دي يا شباب اللي هي مونجو بايثون ديف اوبس دي باي مونجو يا شباب يومين باي مونجو بالبايثون بس دي بايثون من غير فريم ورك ديسك توب ابلكيشن بس مستخدمين نفس اللايبراري بتاعت الباي مونجو. حلو؟
فهتلاقي نفس الكونسبت هو ما فيش حاجه اتغيرت يعني. بس بقى هنا شويه تفاصيل صغيره زياده بقى يعني في حاجه اسمها الاجريجيشن والانسيرت والابديت بالتفصيل كل الحاجات اللي موجوده في الابديت. وهنا فده اقرب حاجه ليكو لو انت عايز تتعلم بايثون بالمونجو. بعد كده هنا الكلاود نصر سيتي احلى حاجه فيه اللي هم التو فيديو بتاع النظري اللي هو اول يوم ده. تمام كده يا شباب. وفي طبعا بقى الحاجات بقى بالتفصيل بقى في الاجريجيشن اخر يوم خالص بنشرح في البايثون والاطلس الاثنين مع بعض. بشتغل هنا في البايثون يا شباب كنت مديهم الاطلس تاسك عليهم فعشان كده ما شرحتهاش هنا. انما هنا هتلاقيها في الكلاود في المونجو لكتشر بارت الرابعه ده هتلاقيني ان انا عملت اطلس بروجرام او اطلس بروجكت وابتديت اخلي البايثون يرمي داتا على الكلاود. لو انا عايز اخلي فلاسك يا شباب يستخدم نفس الكلام ده كل اللي هاجي اعمله هنا يا شباب اغير اليو ار ال ده واستخدم اليو ار ال اللي موجود ايه في الكلاود اطلس. ماشي كده يا شباب. طيب انه الاي او تي هتلاقيه هنا بس اللي هو البلاي ليست الثالثه دي بتاعت الاي او تي 9 شهور هتلاقي هنا نفس الكلام بتاع الكلاود بس هنا اكتر تنظيما شويه. بس هنا النظري مقصوص سنه او ما كانش او اي يعني النظري ما كنتش بكتب باحسن حاجه ما كانش معايا تابلت فتلاقي النظري هنا الكتابه مش كانت حلوه قوي. لكن في الكلاود بتلاقي النظري هنا ايه بالتفصيل وايه الفرق بين السيكوال والنو سيكوال بالتفصيل الممل يعني. هتلاقي بس هنا الاي او تي مميز عن الكلاود في اخر فيديو خالص هتلاقيني ان انا استخدمت البايثون والاطلس مع بروتوكول تاني اسمه ام كيو تي تي بروتوكول وده بنستخدمه في الاي او تي عندنا. وديتهم بروجكت كده عشان كنت اديهم بروجكت عليه يعني هما يعملوه. وصل كده رجالتنا؟ حد محتاج اي حاجه تاني؟ ده كان كل ما يخص النسي. بس احنا ممكن نشوف التسطيب ده قبل ما نطلع لاب.